كل فاتي لباولو روسي لتارديلي. تارديلي بينية حلوة وعلى طول وحيشوط في الجول وشوط في الجول شوطة حلوة الجول الأولاني لإيطاليا. يا يبقى كلمتين اللي أنا قلتهم الأول الكلام اللي أنا قلت الأول التعادل ما ينفعش إيطاليا أبدا ولم النقط. الجول الأول لإيطاليا اللي جابه تارديلي رقم 14 في الدقيقة 11 من الشوط الثاني. يبقى النتيجة دلوقتي 1 لإيطاليا لا شيء للأرجنتين. يبقى بيرزوت بيشتغل مظبوط وكلامه مظبوط زي ما قال أو زي ما أنا قلت.